بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا انك انت العليم الحكيم. ان شاء الله النهاردة هناخد درس جديد في الافتر افكت. هناخد ازاي نعمل كاونتر او ازاي نعمل عداد بشكل ظريف كده، وازاي نعمل زي شاشة استعلام او زي كده مثلا كده بنعمل سيرش على حد معين كده. خلينا نشوفها ونشوف احنا هنعمل ازاي. هندوس طبعا نيو كومبوزيشن اوكي. بعد كده هاجي هنا. طبعا انا معايا اللون ده، عشان اخد درجة اللون دي بعمل كده. خدت الدرجة دي، هقول لكم انا هاخدها ليه، لان انا مش عايز الباك جراوند بتاعتي تبقى سودة. هعمل نيو سوليد، وطبعا هي اوريدي واخده الكالر بتاعي. تمام كده. هصغر الجزئيه دي اللي هي اللي هتبقى فيها الكاونتر او العداد اللي انا هعمله. وبعد كده هاجي في الافكتس وهدوس هنا نمبر، واخده كده واحطه على الميديوم او على السوليد يعني. فهيجي هنا الشاشة دي زي ما هي، انا عامله سنتر بس عشان يبقى الرقم عندي في السنتر. هاجي هنا للسايز للعداد بتاعي عشان اشوفه زي ما احنا شايفين هو في النص هنا. هنا طبعا الفاليو بالنسبة للأرقام بتاعتي انا هخليها بصفر. مش هخلي اللي هو الديسمال، هل انا عايزها فيها ديسمال ولا لا، اللي هي علامة عشرية، لا مش عايز، انا عايزه رقم صحيح عادي. في هنا لو انا عايز التايب بتاعي ممكن اعمله نمبر، ممكن اعمله تايم كود، ممكن يتعمل نيميريكال ديت، على حسب ما احنا بنستخدم الحاجة بتاعتنا. انا قلت بس اوريها لكم بالمرة، انا طبعا عايزه نمبر بس. طيب هخلي هنا الكالر بتاعي هخليه بلون ابيض زي ما انتوا كده شايفين. طيب ادي بالنسبة للجزئية دي. هكبر دي سنة، اخليها بالظبط كده، انا عايزها ثانيتين مش عايزها اكتر من كده. هاجي هنا وادوس على الفاليو واختارها مثلا عندي هنا 80، وادوس حرف اليو علشان اكون شايفها هنا. واجي هنا للاول خالص او البداية بتاعتي وهخليها هنا عندي صفر، وكده خدت صفر، وكده خدت الشكل بتاعي. ادوس كده هنا، اجي هنا كده وادوس حرف ال N عشان اعمل cut لللاير ده، وادوس 0 عشان اشوف الشكل بتاعي. كويس، يبقى انا كده الحاجة بتاعتي شغالة زي ما انا عايزها، دي اول حاجة. طيب عايز اجي هاجي هنا على ال rectangle tool دي، افضل دايس كليك شمال عليها كده واختار ال ellipse tool، و هاجي هنا مثلا على السوليد هختارها كده بالكالر ده، واختار هنا الفيل، ادوس على كلمة فيل واقوله ان هو فيل، مش عايز فيل ليه، مش عايزة تعمل حاجة، واعمل دي واعمل دي كده. تمام. طيب ده بالنسبة للشكل ده. اللاير ده هاخد منه لاير تاني، هقف عليه كده واعمل كنترول دي واجيب اللاير التاني ده وهنزله تحت عشان ده نفس اللون اللي انا عايزه. وهاجي هنا على الستروك بتاعه وهخليه غامق مثلا زي اللون ده كده. طيب وهعرفكم ليه بس خليكم معايا. هاجي هنا على الاد وادوس على الاد هنا واختار ترين باس. بعد ما اختار الترين باس هنا بفتح ده
باجي هنا على اخر نقطة او اخر ثانية انا هشتغل فيها اللي هي هنا، واقول له هنا ادوس على العلامة دي عشان كده تأكتف معايا واخليه 100%، وهاجي هنا في الاول هخليه هنا بزيرو. لو انا جيت كده دوست زيرو عشان يمشي، طبعا انا مش عايزه 100% لان انا اساسا كنت عامل في النقطة دي المفروض مش هخليه 100، انا كنت عامله هنا المفروض 80، يعني اخليه كده زيرو كده شايفين. بس برضو مش هخليه للاخر، ارجع دي كده سنة لحد هنا، يعني اسف اخد ده كده وارجعه هنا، مش عايزه كده. لحد ما هيجي 80، لحد ما يجي هنا اخد ده هنا كده زيه كده، يبقى انا كده ايه كملت الجزئية بتاعتي زي ما احنا كده شايفين. طيب ده بالنسبة للجزئية دي. في هنا عندي في الستروك هنا في عندي اللاين كاب، بختار هنا راوند كاب بيديني اللي هو الشكل اللي هو الكيرف ده، شايفين شكل الكيرف ده هو ده اللي بيدوني. انا جيت دوس كده زيرو بقى ماشي بالشكل الظريف ده. طيب ده بالنسبة للجزئية دي. طبعا انا ممكن هنا اضيف صورة مثلا زي دي منظر، واجيب الصورة دي واحطها هنا كده اصغرها، الصورة عندي حجمها كبير اصغرها كمان شوية كده، لكن بعمل زي شكل استعلام ولا حاجة على الشخص يعني. وبعد كده خلاص انا كده خلصت الجزئية دي. في عندي حاجة اسمها جراديانت رامب، بدوس عليها كده دبل كليك اه، بس انا بختار هنا الشيب التاني ده وادوس عليه هنا دبل كليك فاتاكتيفت على الشكل بتاعي. بقى في عندي هنا لون ودي لون، يعني لو انا جيت قربت ده بيغمق وجيت قربت هنا كده ده يفتح، شايفين كده ازاي؟ يعني لو انا جيت كده ودوست كده على حسب اللون اللي انا بختاره. طبعا انا ممكن اعدل هنا بالكلر بتاعي، مثلا لو انا عندي كلر زي ده مثلا كده فاتح باخد الكلر ده عشان ما يضيعش مني، ده كده زي ما احنا كده شايفين، شايفين الشكل المنظر عامل ازاي. ده شكل المنظر بتاعه هو كده شغال. ممكن اخليه كده، ممكن اغير اللون خالص، ممكن اخليه غامق فاتح على حسب ما انا يعني، مثلا ممكن كده بدل واخد الكلر ده ممكن اخليه كده مثلا غامق. تعال نشوف كده لما يكون غامق يبقى شغله عامل ازاي. شكله برضو ظريف، بس انا شايف انه ممكن احنا نخليه للدرجة الفاتحة دي يبقى شكله كده اظرف. وممكن عادي اجي كده اروح حاطط دي كده مفيش مشكلة، وممكن
واخليها مثلا بالشكل ده، واجي هنا في الجزئية اللي تحت دي خلينا نعمل بقى حاجة بشكل تاني خالص. ممكن اجي هنا على البين تول و الاستروك عادي زي ما هو، ودوس هنا وهنا كده بالشكل ده. وممكن اجي على الكالر هنا واغير الكالر باللون ده على اساس ان هو الشكل بتاعه يكون زيه، واجي هنا نفس الموضوع، هاجي هنا التريم باس واختار كده، وبعد كده اجي هنا مثلا ادوس هنا الاند واختار هنا مثلا 50، واجي هنا مثلا اخليها 100، واجي هنا 40، واجي هنا مثلا اخليها مثلا 60. تعالى كده نشوف شكلها تبقى عاملة ازاي. وممكن اجي دي اختارها كده واجي هنا للنقطة دي واروح حاططها كده واختارهم كده كلهم وادوس F9 ونجرب. على حسب ما احنا عايزين ممكن ازود دي هنا، اختار دي كده لوحدها واحركها كده، احرك دي كده زي ما انا عايز على حسب ما انا شايف الشغل بتاعي ممكن يبقى عامل ازاي. وممكن انا هنا خلينا كده مش نمشي واحدة واحدة، ممكن دي انا ما ارجعش تاني اشيل دي، حلو اخلي دي كده وممكن دي لأ اشيل دي ودي كده للاخر، يبقى انا عامل دي كده. واختار دي واجي دي هنا واجي هنا واروح حاططها بالشكل ده. لما انا اجي اعملها كده وندوس كده شغالين بالشكل ده. طيب دي النقطة دي ممكن ازود عليها الشيب دي، ادوس عليها وادوس كنترول دي جاب لي شيب تانية اللي هي دي، وفي اللحظة دي ممكن اغير اللون بتاعها اخليه مثلا بلون لون مثلا ايه، ممكن لون زي ده فاتح واجي للشيب ده واديله كنترول دي وانزل واحد تاني تحته على حسب ما انا عايزه. اغير هنا برضو اللون بتاعه اخليه مثلا بلون ابيض زي كده، واخش هنا من جواه وهن اعدل اللي هو الايه التريم بتاعه اللي هو ده، لما نجي هنا واجي هنا على التريم باس اغير دي مكان دي مفيش مشكلة، ودي مكان دي عادي، هتلاقي كلهم الدنيا معاهم اختلفت، دي مكان دي ودي مكان دي. اجي كده واشتغل كويس. ده بالنسبة للي هي تاني واحدة، لكن انا هنا عندي اللي هي الاخيرة دي اللي هي دي اللي هي لسه ثابتة زي ما هي. اخش كده جواها واروح هنا للترين باس واجي هنا واجي كده
هلاقيها برضو انها اختلفت، راح جاي عليها هنا وراح مثلا عاملها 90 واشيل دي اللي قبلها ممكن يكون مش عايزها، واجي على دي، طب دي على دي كام؟ دي 90 ودي 90، اجي دي مثلا اخليها مثلا 80، ودي 80 ماشي، ودي 80 اخلي دي مثلا 70، ني كده نشوف. على حسب ما انا عايز الشكل بتاعي، وممكن على فكرة ممكن اخلي الارقام بتاعتي هنا اخليها 100، يبقى انا هنا ودي دي 100 ودي 100 ودي 100، طيب اخلي دي 80 كده زي ما انا ماشي، بقت دي كل واحدة تبقى لوحدها. نجي دي هنا اروح شايل دي، نيجي نعمل كده هتلاقي هنا الموضوع بتاعهم بقى مختلف، كل واحد بقى شغال لوحده. بس انا هنا لدي عايزها في البداية ما تبقاش بالرقم ده، اخليها كده حاجة و90 واشيل ده خالص، علشان يبقوا كلهم مختلفين عن بعض وهما شغالين، يبقى كده كلهم شغالين كل واحد مختلف للتاني، مفيش حد زي التاني حتى في الحركة بتاعته. حتى ممكن اجيب دي هنا وارجعها كده، واجيب دي اخليها كده مختلفة، حتى في الوقت مش مشكلة، كده هتلاقيهم مختلفين مفيش حاجة فيهم زي التانية. وممكن نرجع هنا للشيب التانية اللي هي دي، حتى لو خليتها هي هي بس اخليها كده افصصها لوحدها بس كده. من الاول كل واحده كده بقت مختلفه لوحدها. اتمنى ان شاء الله يكون الدرس بتاع النهارده استفدتوا منه وهو ينفع تعملوه في الشغل بتاعكم. وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.